1400 عام عمر مسجد الشافعي الذي أعيد ترميمه على نفقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وافتتح هذا العام في قلب حي البلد التاريخي في جدة بمواصفات أخذت من جغرافية وهندسة المكان وحافظت على جذوره الأولى. أعلى من القيمة التاريخية حقيقة، هي قيمة إنسانية وطنية، أنه هذه البلاد قامت أساسا على العقيدة الإسلامية، ونحن دائما نقول أن المسجد هو المكان الأول الذي ننطلق منه في كل شيء في حياتنا، ولذلك يعني من الأولى أيضا في عمليات الترميم وعمليات إحياء المدن التي الآن نعمل فيها مع البلديات وغيرها من الجهات الحكومية ووزارة الشؤون الإسلامية أن ننطلق دائما من المسجد. وتبذل الهيئة العليا للسياحة جهودا واسعة للحفاظ على الآثار بما فيها المساجد القديمة وإعادة فتح أبوابها للعبادة والصلاة داخلها. من الدروس في الحقيقة المستفادة من هذا الترميم هو الخروج بدليل ترميم كامل أخذنا فيه أبعاد جديدة لأعمال الترميم جرت العادة ما نواجهها في ترميم البيوت العادية، ففي أمور فنية إضافية ظهرت وتعاملنا معها وتعلمنا منها. ويشكل افتتاح مسجد الشافعي نقطة أولى في طريق الحفاظ على عشرات المساجد الأثرية القديمة في السعودية. يعني أنك أنت استطعت أن تحافظ على أجمل وأهم وأغلى من كل النواحي لموقع أثري تاريخي اللي نواة هذا المسجد من عهد عمر رضي الله عنه، والمحراب اللي موجود في الأسفل في على عمق 3 متر دليل على هذا التاريخ، واللوحات خارج المسجد. ويعد مسجد الشافعي واحدا من أقدم المساجد في مدينة جدة، أنشئ للمرة الأولى في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واستخدمت في إعادة ترميمه الطين البحري والحجر المنقبي والأخشاب. نواف القثامي، العربية، جدة.